لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في بعض صور من الشركات الجائزة، قال: وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء، أو لأحدهما بيت أو دكان يعني وليس للآخر شيء، فاتفق على أن يعمل بالآلة أو في البيت والأجرة بينهما، يعني ما يكتسبان من الأجرة، يعني واحد هيشتغل على عربية، واحد عنده عربية هيجيب واحد يشتغل عليها يؤجرها، وهذه الأجرة التي تحصل من تأجير هذه السيارة للناس يقسم بينهما نصفين أو ثلثا وثلثين أو ربعا وثلاثة أرباع حسب ما يتفقان. كلمة بينهما يعني على حسب الاتفاق. يبقى تجويز الشركة من عمل أحدهما وآلة الآخر، أو عمل أحدهما ودكان الآخر بيت الآخر، ويمكن أن يعملا معا. يعني أنت دلوقتي هيقول له أنا هاخد وقت معين على السيارة وأنت هتاخد وقت تاني. اللي بيجيز الكلام ده كله الإمام أحمد، وهو من أوسع المذاهب في الشركات، ولا دليل على المنع من ذلك. قال: وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرط صح، نص عليه أي أحمد في رواية الأثرم ومحمد ابن أبي حرب وأحمد ابن سعيد، ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا. ما إيه الفرق بينه وبين اللي قبليها؟ اللي قبليها اتفق على أن يعمل بالآلة أو في البيت، هنا واحد عنده دابة ومش هيشتغل، والآخر هيعمل على الدابة سواء، والأجر بينهما. قال: وكره ذلك الحسن والنخعي. وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصح، والربح كله لرب الدابة، لأن الحمل الذي يستحق به العوض منها، وللعامل أجر مثله، إنهما بيصحوها شركة فحيردها إلى الإجارة. والصحيح أنها شركة صحيحة، وأن الربح بينهما على ما اتفقا. يقول: قال: لأن هذا ليس من أقسام الشركة، إلا أن تكون المضاربة، ولا تصح المضاربة بالعروض. المضاربة عشان واحد منه العمل والتاني منه الإيه؟ العين. طب قضية المضاربة بالعروض، الصحيح أصلا، الصحيح يعني في المضاربة أنه يجوز المضاربة بالعروض طالما اتفق على تقييم لهذه العروض. يعني إيه العروض؟ يعني البضاعة. فبيقول له الدكان ده مليان بضاعة هتيجي تشتغل فيه، والربح هيعرف ربح منين؟ هيقول البضاعة دي قيمتها كذا، هنقيمها يوم الاتفاق عشان نعرف ان الربح هيبقى ايه، هيبقى كام، هيبقى قد ايه. لازم يعني يطرح رأس المال من الايه، من الربح. وبالتالي لابد من تقييم العروض البضاعة يعني يوم الاتفاق، والربح بعد ذلك يكون بينهما على حسب الاتفاق. يقولوا: ولا تصح المضاربة بالعروض. طبعا ده مش متفق عليه،
رواية عن أحمد أنه تصح المضاربة بالعروض، وبالتالي فهذا القسم أقرب إلى ذلك. قال: ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان، وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها، ولكن منفعتها هي التي يتم الاتجار فيها. صحيح إن هي لن يتمكن من بيعها، ولكن هو يتمكن من بيع منفعتها، وهو بقى على قدر جهده هيكسب قد ايه من هذه المنافع. هي اقرب الى ان تكون من المضاربة، نوع من انواع المضاربة، والمضاربة شركة اصلا. وكما يجوز بيع العين في المضاربة، يجوز بيع منفعة العين فيه مع بقاء العين. طب ما فايدة شغله ايه؟ ان هو اللي هيسوق المنفعة، اللي هو هيبيع المنفعة، فلا مانع من ذلك، سواء عمل معه صاحب الدابة او لم يعمل. القياس الصحيح ان هذه الشركة جائزة، او هذه المضاربة، او هي نوع منها. وقال القاضي: يتخرج ان لا يصح. القاضي من الحنبلة، كل ده كلام ابن قدامة. ابن قدامة صحح هذا النوع ونص عليه في رواية الاثر، نص عليه احمد. القاضي ابو يعلى بيخرج قول على قول الامام احمد، على احد الاقوال، بيقول بناء على ان المضاربة بالعروض لا تصح. الامام احمد عنده قولين في المضاربة بالعروض، جواز ومنع. ف بيقول هيخرج على المنع عدم جواز هذه. فعلى هذا يبقى ده مش قول منصوص، ده مش قول الامام احمد، ده تخريج على قوله. يعني المعتمد الاصح عندهم يكون هو الايه؟ الجواز، خصوصا مع ترجيح شيخ الاسلام تيمية وغيره. مش هو بيقف في المحل، يعني يبيع البضاعة صح من المحل، بيقف لمصلحته. يعني هو مذهب من يقول بعدم الجواز ان اللي هيقف دوت يشتغل وكتب مرتب. ما هم بيقولوا بقى ايه بقى؟ فعلى هذا ان كان اجر الدابة بعينها فالأجر لمالكها، وإن تقبل حمل شيء فحمله عليها، أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه، فالأجرة والثمن له، وعليه أجرة مثلها لمالكها. هيخرجوها يعملوا إيه بقى لو اتفقوا على كده؟ فبيقول يا إما هو حمل عليها، يبقى بيقول بأجر الدابة بعينها. هو في الحقيقة زي دي، يعني ايه اجر الدابة بعينها؟ يا زي الراجل اللي بياخد العربية يوم او يومين، فالعربية دي ما بيقولوش انت هتروح بيها فين ولا هتقطع بيها قد ايه. ها؟ ممكن ساعة، وساعات يقول له ساعة كم ساعة في اليوم مثلا، او خلال مسافة قد كده، لكن هو العبرة بانه اجر له هذه العين. فبيقول الحالة دي ان العامل هو اللي عليه الأجرة، إذا كان أجر الدابة بعينها يبقى الأجرة ليه؟ لصاحب الدابة، وهو له أجر مثله في إدارة تأجير الدابة. بيقولوا إن تقبل حمل شيء فحمله، هو اتفق معاه هتنقل لي الحاجة الفلانية بالعربية دي بغيرها تشيله، المهم إن أنت تنقل لي الحاجة دي إلى المكان الفلاني، يبقى الراجل ده تحمل هذا الامر، يبقى وحمله على هذه الدابة. فبيقول في الحالة دي يبقى الاجرة والثمن له هو، وعليه اجرة الدابة لمالكها، لان هو ما عينش
الدابة دي كمؤجرة، لا ده المن ده منفعة محددة، قال له انقل الحاجة الفلانية. واحد عنده عربيات نقل بيقول له انا عايز انقل 10 طن اسمنت من هنا لهنا، فمالوش دعوة بقى انهي عربية اللي عنده، ده يجيب له اي حاجة، المهم انه ينقل له الايه ال10 طن دول. فده في الحالة دي الراجل ده هو اللي تحمل بالعربية ان هو هينقل الحاجة الفلانية، فيبقى بيقول عليه اجرة ملكة وهو ياخد الاجر ده. واذا باع اشترى عليها اشترى شيء وحمله وراح باعه، فبيقول الربح بتاعه هيبقى له والثمن له وعليه اجرة الايه السيارة. ده كله تخريج على منع هذه الشركة، ونحن نقول بل هذه الشركة نوع من المضاربة الصحيحة. إذا جاز أن يبيع مال المضاربة ويشتري به ويبيع ويشتري ويبيع فيحقق الربح، فيجوز بيع المنفعة ويحقق الربح. يبقى إيه الفرق بين بيع العين وبيع المنفعة؟ هذا لا فرق مؤثر في هذا الباب. بيقول ولنا، ده كلام ابن قدامة، ولنا المذهب الصحيح أنه تجوز هذه الشركة أو هذه المضاربة أنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها، والنماء هنا منفعة زي ما قلنا، كالدراهم والدنانير وكالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة. وقولهم إنه ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربة، قلنا نعم مش أقسام الشركة المعروفة، لكنه يشبه المساقاة والمزارعة، على أساس أن الأرض موجودة وهي مملوكة لصاحبها، فالمنفعة بتاعت الأرض هي اللي هتتقسم، الزرع اللي طلع منها. فإنه دفع لعين المال إلى من يعمل، أو إنه دفع، ده هي دفع لعين المال إلى من يعمل عليه أو عليها، على العين ببعض نمائها مع بقاء عينها. وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعروض فاسد، فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال، وهذا بخلافه، ومش بخلافه قوي في الحقيقة، لأن زي ما قلنا ده بيع الأعيان دي اللي هيجيب قيمتها، هي قيمتها رأس المال والربح بينهما، فبنقول ده بيبيع المنفعة وينتفع بالربح بينهما. ليه قلنا جواز المضاربة بالعروض انه خرج عليها عدم الجواز على الرواية بتاعت المنع، واحنا بنرجح جواز رواية الجواز؟ ده مال، والدراهم والدنانير مال، والنهاردة الفلوس مال، والعروض مال، طالما قد تحدد قيمته فلا غرر في ذلك ولا وجه للمنع. يبيع هذا المال ويشتري به بالثمن شيئا آخر وعروض أخرى، وعليه أن يرد رأس مال العروض المتفق عليه. المشكلة كلها هتبقى فيه إنه هل هيشترطوا إنه يرجع العروض زيها لما يجي يصفي رأس المال؟ قلنا هذا الأمر لا يلزم طالما قد تحددت قيمة العروض وكلها أموال، لا وجه لجواز بيع أعيان الدراهم والدنانير ليشتري بها بضائع، ويعني لا وجه لجواز ذلك مع المنع من بيع العروض. أهل عروض فلوس عند كل العقلاء أن هذا المال إيه؟ أن العروض دي مال، ولذلك هي
مقدرة بالدراهم والدنانير النهاردة هتقدر عندنا بالأوراق المالية بالعملات المعاصرة، فلا ضرر في ذلك ولا غرر. قال: ونقل أبو داود عن أحمد في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة، يقول له الفرس بتاعي ده انت هتجاهد عليه والغنيمة بيننا نصفين، هو هياخد ثلاث أسهم إذا جاءت غنيمة يعني، هيقول له هو الفرس بيقول له سهمين وهو له سهم، فهياخد السهم بتاعه ونص إيه من سهم الفرس، من السهمين الفرس، أو على حسب اتفاقهما. قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس. وقال إسحاق بن إبراهيم، قال أبو عبد الله، دي مسألة تانية عن اللي فاتت. مسألة تانية اللي فاتت، يا واحد والعين، يا إما الاثنين بيشتغلوا على العين. الحقيقة من بيع منفعة العين، هنا بقى منفعة الفرس هيربح بسببها بالغنيمة، إذا حصلت غنيمة فيبقى المنفعة دي زائد عمل الشخص هو اللي ترتب عليهم الايه الربح، ولذلك هيقسموا الربح ده جزء لنصيب الفرس او صاحب الفرس يعني من منفعة التي حصلت، وجزء لصاحب للذي عمل اللي هو جاهد عليه. سورة الاجر المثلي، اجر المثل ده بيقولوها في حالة القول بفساد هذه الصورة، مش بيقولوها هنا، هنا بيقولوا طالما دي صحيحة يبقى خلاص احنا بنجوزها على حسب ما اتفق، اذا كان على النصف والربع فهو جائز وبه قال الأوزاعي. قال: وقالوا لو دفع شبكة الى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين، فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجر مثلها. وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة، وما رزق الله بينهما على ما شرطا، لأنها عين تنمى بالعمل فيها، فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض، وزي ما هو نص على جواز أن يعطيه الدابة ليعمل عليها والربح بينهما، جاز أن يعطيه الآلة والربح إيه بينهما، لأن كل ده مبنى على على إيه، على المنفعة، المنفعة دي هو هيستعملها في الإتيان بالربح، فجهده زائد منفعة العين سواء دار سواء دابة سواء شبكة أيا ما كان أو أي وسيلة آلة صناعة أو عمل، فمنفعتها سبب للربح بإضافة إلى عمل العامل، فهذا كله يأخذ به نصيبه من الربح. قال: شركات التأمين، لأنها نوع من الاشتراك، البعض بيوصفها بأنها نوع من الاشتراك بين الناس، على أن من أصيب فمات أعطوه من الأجرة. أفتى فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم بعدم جواز عقود التأمين على الحياة، هو في الحقيقة مش لوحده ده، عقود التأمين على الحياة طبعا في هذا التوقيت ما كانش فيه غير عقود التأمين التي أخذت من الغرب، فما كانش فيه تأمين تكافلي في هذا الوقت، وهو إلى الآن موجود. معظم شركات التأمين هي شركات على النظام الغربي في التأمين، بمعنى إنه هيتفق مع الشركة على أن يدفع لها مبلغا كل سنة أو كل شهر على خلال مدة محددة، على أنه إذا مات خلال هذه المدة أخذ المبلغ المتفق عليه، وإذا لم يمت فالمال يأخذه إيه؟
الشركة، لا المال اللي دفعه هو طالما هو ما ماتش بس بيدفع أقساط لغاية ما تنتهي المدة المتفق عليها، الأقساط دي الشركة هتاخدها. طبعا عقد مليء بالغرر من جميع جوانبه، المبلغ ده هيستحق قصاد ايه، فين الـ 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 يعني المنفعة التي وقعت، لا ده مجرد ان الراجل مات يستحق الورثة كل مبلغ التأمين اللي هو بيبقى اضعاف المبلغ المدفوع الاقساط المتفق على دفعها. وفي نفس الوقت اذا ما ماتش صادرت شركة التأمين ايه الأموال مخمرة فعلا. قال إن حقيقة الأمر في عقود التأمين على الحياة هو عدم صحتها، ولبيان ذلك أقول إن عاقد التأمين مع الشركة إذا أوفى الأقساط حال حياته كان له أن يسترد من الشركة كل المبلغ الذي دفعه مقسطا مع الربح. على فكرة ده مش واقع في معظم الشركات، زي بالضبط كده انتوا بتأمنوا على السيارة مش كده، تأمين إجباري مش كده، وبرضو تأمين شامل. اللي بيأمن التأمين ده بيعمل ايه لو ما حصلتش حادثة ولو ما موتش حد؟ الفلوس دي راحت عليه مش كده، سواء كان تأمين ضد الحوادث او تأمين ما خاطر ان هو يموت حد. فعشان كده على فكرة التأمين الإجباري بيبقى عشان كده، مش عشان تصليح العربية، عشان لو موت حد يدفعه الشركة دي تدفع التأمين بدلا منه. ها؟ لا بتدفع طبعا. لو في محامي بيدفع لها. بيقول كان له أن يسترد من الشركة كل المبلغ الذي دفعه مقسطا مع الربح الذي اتفق عليه مع الشركة. هذا بناء على يعني نوع من من الإكرام يعني من الشركة، هتدي له جزء من الأرباح التي ربحتها من هذا المال. وفي الحقيقة معظم شركات التأمين بل كلها تقريبا بتربح ازاي؟ بانها بتحط الفلوس دي في البنوك الربوية اللي لها اعلى عائد، بتحطها في الشهادات، بتحطها في اذونات الخزانة اللي هي كلها قروض ربوية. ها؟ فعلا ظلمات بعضها فوق بعض. بيقول فأين هذا من عقد المضاربة الجائزة شرعا؟ فعقد المضاربة أن يعطي زيد بكرة، واحد اسمه زيد والتاني اسمه بكر، 100 جنيه مثلا. لما كان 100 جنيه لما كان يعمل البتاع ده كان الفلوس لها قيمة. الزكاة كانت أياميها النصاب على الفضة 555 قرش ونصف، يعني 5.5 جنيه و55 قرش ونص. النص ده له قيمة من نصف قرش. ها؟ كان فعلا أقل من الجنيه الإنجليزي، الجنيه كان أغلى من الجنيه الإنجليزي. قال ليتجر بها بكر على أن يكون الربح بينهما مشتركا بنسبة كذا على حسب ما يتفقان، لرب المال النصف والمضارب الذي هو العامل النصف، الأول في مقابلة ماله والثاني في مقابلة عمله، أو يكون الأول الثلثان وللثاني الثلث أو العكس وهكذا. فشرط صحة المضاربة الأساسي أن يأخذ رب المال حقه مما تربحه التجارة بماله بعمل المضارب. فإذا لم تكسب التجارة ولم تخسر سلم لرب المال رأس ماله ولا شيء له ولا للمضارب بعد ذلك لعدم الربح،
عملا بحكم المضاربة، وإذا خسرت التجارة كانت الخسارة على رب المال من رأس ماله دون المضارب، ولا شيء للمضارب في مقابلة عمله، لأنه في هذه الحالة شريك وليس بأجير. فجهده ده راح، ما يقولوش أنا عايز أجر تعبي. ما الراجل فلوسه راحت ومش هياخد إيه، مش هيدفع فيها حاجة. في بعض الناس طبعا اللي مش فاهمين المضاربة يقول له إيه الربح والخسارة عندنا بالنص. الراجل راح اشتغل ما ربحش يوم يغرب نصف الفلوس الخسارة، لا، الخسارة على رأس المال فقط، سبق بيان ذلك. قال: أما إذا شرط رب المال على المضارب أن يأخذ رب المال مقدارا معينا فوق رأس ماله بصرف النظر عن كون التجارة كسبت أو خسرت فهذا شرط فاسد، لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح، وهذا مخالف لحكم المضاربة. الصورة دي عندهم جميعا تحولت المضاربة إلى قرض، وهذه الأرباح فائدة القرض، يبقى إيه؟ ربا بلا شك. يعني رأس المال المضمون ده في الحقيقة ما يبقاش تجارة، تجارة معرضة للربح والخسارة. لما يقول له رأس المال مضمون بقى دين، بقى قرض وسيجر ربحا، فهو ايه؟ ربا. قال: وهذا مخالف لحكم المضاربة او الى التزام المضارب بدفع مبلغ من ماله الخاص لرب المال، وهذا من باب اكل اموال الناس بالباطل. ثم اذا فسدت المضاربة بالشرط الذي ذكرته آنفا، وهو المولود في عقد التأمين، اللي هو بيقولوا له هنديك مثلا 5% من رأس مالك. دي الشركات اللي بتدي صاحب رأس المال رأس ماله زائد ربح، هم أصلا حاطينه في البنك ب20% وحيدوله رأس ماله زائد إيه 5%. قال: بس بقول لكم مش ده المعتاد، ده المعتاد ان رأس ماله هيروح بالخلال المدة. بيقول: فإذا فسدت المضاربة اللي هي مولودة في عقد التأمين وربحت التجارة كان الربح كله لرب المال، وأما المضارب فله على رب المال أجر مثل عمله بالغا ما بلغ، على رواية الأصل لمحمد، محمد صاحب أبي حنيفة، أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. قال: لأنه انقلب أجيرا بفساد المضاربة وخرج عن كونه شريكا. لو تفتكرهم قلنا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب في هذا، إن المضاربة الفاسدة ترد إلى مضاربة المثل، ونشوف اللي بيشتغلوا شغل صحيح في هذه المعاملة بياخد كام، نرجعه لمثل هذا الوضع. قال: وعلى قول أبي يوسف المفتى به أن يكون للعامل أجر مثل عمله دون أن يتجاوز المتفق عليه في العقد. إذا كانوا متفقين على مبلغ معين يقول له لك أجر المثل بس ما يزيدش عن المبلغ اللي احنا متفقين عليه، الصحيح لا، الصحيح ان دول يعني نصيبة مثله، ولو قلنا بالأجر يبقى أجر مثله. وذلك لأن المضاربة إذا كانت صحيحة لم يكن للعامل إلا المتفق عليه مع الربح، فإذا فسد العقد فلا ينبغي أن يستفيد المضارب من العقد الفاسد أكثر مما يستفيده من العقد الصحيح. وقول محمد في الأصل هو القياس، وقول أبي يوسف استحسان للمعنى الذي قلنا، إن مش معقول حكاية مش معقول دي، هو ده اسمه استحسان. وهذه أحكامها، فهذه هي المضاربة الشرعية، وهذه أحكامها
فهل يندرج عقد التأمين تحت المضاربة الصحيحة؟ الجواب لا، وإذا هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة. لا، الحقيقة أنه يندرج تحت المقامرة، وحكمها شرعا هو ما أسمعت كونه، وهو مخالف لحكم عقد التأمين قانونا. ولا يمكن أن يقال إن الشركة تتبرع للمؤمن بما التزمته، لأن طبيعة عقد التأمين قانونا أنه من عقود المعاوضة الاحتمالية. وإذا قيل إن ما يدفعه المؤمن للشركة يعتبر قرضا يسترده مع أرباحه إذا كان حيا، فهذا قرض جر نفعا وهو حرام، وهذا هو الربا المنهي عنه. ما أنت بتقول في تأمين تكافلي، الناس بتدفع الفلوس على جهة التبرع ابتداء، يريدون أن يثابوا إذا حدث لهم مثل ما يحدث لغيرهم، فهو عقد هبة لمن أصيب منهم. 10 انفار متفقين هنحط بتاعه في صندوق وهنتاجر بس في الصندوق ده، واللي يموت هندي لأهله مبلغ مواساة من الرأس، رأس المال زائد الربح، وكذلك في غيره من الإصابات. صندوق الزمالة في مشاكل تانية. صندوق الزمالة في الأصل ممكن يكون كده، بس المشكلة في وضع الأموال في البنوك الربوية. فدي بقى المهم من المشكلة. طبعا إن شركات كتيرة جدا من شركات التأمين بتسمي الموضوع تكافل من غير ما تشترط أن يستغل المال في نشاط إسلامي واستثمار إسلامي تحت هيئة رقابة شرعية، ودي اللي تعرف منها حقيقة إن ده تكافل ولا لأ. لأن كل شركات التأمين على الحياة بتقول لك ده احنا تكافل اجتماعي. الحقيقة إن عشان يكون في تكافل يكون في هيئة رقابة شرعية، وتشترط أن يكون ويكون العقد مشترط فيه إن ده هبة من الدافع، ينص على أنه هبة، وإن هو لن يستحق شيئا إذا لم يحدث له حادث. طب إذا كلهم ما حصل لهمش حادث هياخدوا الفلوس بتاعتهم زائد إيه؟ أرباح اللي هم اشتغلوا بيها في أشياء إسلامية. ده الفرق بين النظام التكافلي والنظام التجاري اللي الشركة فيه غرضها التربح على المخاطرة، وزيها شركات التأمين الطبي التجارية، انه بيقول له اذا انت عييت هنصرف عليك في حدود كذا، واذا ما عييتش الفلوس راحت عليك. طب التأمين التكافلي مجموعة أطباء مهندسين بيقولوا إحنا أبناء مهنة واحدة، اللي هنحط مبلغ تبرع للي يعيا مننا المشروع العلاج، وإن الناس اللي يمرضوا هنعالجهم من هذا المال التبرع، فضل حاجة رجعت لنا. معانا كده؟ طبعا هو الاغلب العام ان مفيش حاجه بتفضل، بس الاتفاق على ذلك مهم قوي، الاتفاق حتى لو كان الاغلب العام الواقع ان هو مش هيرضى، مش هيفضل حاجه. طب المال ده بتاع مين؟ لو هم اتفقوا ان الفلوس مش هترجع، هتاخدها الشركه اللي هي في الحقيقه وكيله عن الناس دي، ما ينفعش النقابه مثلا او شركة التأمين التكافلي، لا هي وكيلة عنهم، هتاخد أجرتها اللي اتفقوا عليها، ولازم الفلوس دي لسه ما خرجتش، هم موكلينها في التبرع بيها للمرضى للموتى ونحو ذلك.
وبالجملة فالموضوع على أي وجه قلبته وجدته لا ينطبق على عقد يصححه الشرع الإسلامي. وهذا الذي قدمناه هو فيما إذا بقي المؤمن على حياته حيا بعد توفيته ما التزمه على نفسه من الأقساط. أما إذا مات قبل إيفاء جميع الأقساط وقد يموت بعد دفع قسط واحد فقط، وقد يكون الباقي مبلغا عظيما جدا، لأن مبلغ التأمين على الحياة موكول تقديره إلى طرفي العقد على ما هو معلوم. نروح يكشفوا عليهم ويشوفوا الراجل ده عنده كم سنة ومنتظر يعيش قد ايه، ويعملوا أشعة ويعملوا كده، يقولوا انت عايز تأمن بكام؟ يقول لهم عايز أأمن ب10 مليون جنيه. يقولوا انت عندك 60 سنة؟ أبدا، ما نديكش كده، هنأمن عليك ب100,000 جنيه مثلا عشان احتمال وفاته ايه أكبر. لو هو شاب وعايز يأمن ب10 مليون جنيه هيقولوا ماشي، لأن الأغلب العام ان هو ايه، بس هي مخاطرة فعلا، مخامرة. قال: فإذا أدت الشركة المتفق عليه كاملا لورثته لم تؤدي لمن جعل له المؤمن ولاية قبض ما التزمت به الشركة بعد موته، ففي مقابل أي شيء دفعت الشركة هذا المبلغ أدته فعلا. طبعا هم بيقعدوا يشوفوا أي حاجة ثغرة يخرجوا منها عشان ما يوفوش بالإيه؟ بالشرط ده، بالعقد. يقولوا الراجل ده انتحر، الراجل ده أهمل، الراجل ده كان هو اللي غلطان. يقول: أليست هذه مخاطرة ومغامرة؟ وإذا لم يكن هذا من صميم المغامرة ففي أي شيء المغامرة إذن؟ وهل يتصور أن يجيز شرع يحرم أكل أموال الناس بالباطل أن يكون موت شخص مصدرا لأن يجني ورثته أو من يقوم مقامه بعد موته ربحا اتفق عليه قبل موته مع آخر مجازف يؤديه بعد موت الأول إلى هؤلاء؟ مع العلم بأنه يجوز الاتفاق على أي مبلغ بالغا قدره مبلغ، ومتى كانت حياة الإنسان وموته محلا للتجارة، ومن الأشياء التي تقوم بالمال غير الواقف مقداره عند أي حد، مش واقف عند حد المال ده، بل حسب التفق، بل يوكل ذلك إلى تقدير العاقدين، على أن المغامرة حاصلة أيضا من ناحية أخرى، فإن المؤمن له بعد أن يوفي جميع ما التزمه من الأقساط يكون له كذا، وإن مات قبل أن يوفيها كلها يكون لورثته كذا. أليس هذا قمارا ومخاطرة حيث لا علم له ولا للشركة بما سيكون من الأمرين على التعيين؟ أظن الشيخ كتب الكلام ده قبل انعقاد مجمع البعوث الإسلامية سنة 65 وتقريره عدم جواز عقود التأمين بما يشبه الإجماع. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.